السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم نحكي على أهم التحاليل الطبية المطلوبة للكشف عن أمراض الكلى. نبدأ نقدم لمحة على أهم الوظائف التي تقوم بها، منها تخليص الجسم من السموم عبر طرح الفضلات ونواتج عملية الأيض في البول يعني في الفليزورين، كذلك تصنيع هرمون الإريثروبويتين وهو يساهم في نمو الكريات الحمراء والعمل تاعو يكون على مستوى نقي العظام. كذلك من اهم الوظائف هو الريغولاسيون دو لوميوستازي يعني التوازن في الجسم عن طريق التحكم او تعديل تركيز الصوديوم والبوتاسيوم والكلور والحفاظ على توازن الماء، وايضا التحكم في درجه حراره الجسم وسكر الدم ومعدل ضربات القلب. يعني حكيت لكم باختصار على اهم الوظائف التي تقوم بها الكلى، طبعا كاينه وظائف اخرى لكن الهدف تاعنا هو التحاليل الطبيه. نبداو باول تحليل هو الكرياتينين، باختصار نقولوا له كريا أو كرياتينينيمي، يعني نسبة كرياتينين في الدم ناتج عن هدم مركب الكرياتين على مستوى العضلات، يعني بلغة علمية عن أنزيم كرياتين كيناز راح يضيف عنصر فوسفات إلى الكرياتين بوي سوغا سيكليزي أون كرياتينين يتم التخلص منها عبر الكلى. الكمية تاع الكرياتينين في الدم تبين قدرة الكلى على التخلص من الفضلات وكذلك البنية العضلية للشخص. عند سحب الدم لا يتطلب على الشخص أن يكون في حالة صيام. يسحب الدم dans un tube vert ايبارينات دو ليثيوم، يحتوي على موانع التجلط لان العمل تاعنا راح يكون على بلازما، وهذه البلازما تحتوي على عمال التجلط اللي هما الفيبرينوجين والبروثرومبين. السحب كيكون في التوب فير هذا راح يمنع التشكل تاع عوامل التخثر هذه. وعند تحليل البول يجب تجنب اي جهد او نشاط بدني لانه يؤدي الى ارتفاع الكرياتينين بنسبه 20% ويقدر يصنع خطا عند قراءه التحاليل. عن لا ميثود دو دوزاج الي انزيماتيك ا ليكتور يو في، يعني بتدخل انزيمين هما كرياتينيناز وكرياتين كيناز. عن طريقه اخرى عن طريق انزيم لاكتات ديزيدروجيناز، يعني البيروفات راح يتحول الى لاكتات عن طريق انزيم لاكتات ديزيدروجيناز. و لا ديسباريسيون دو ناداش اتش بلس، يعني الاختفاء تاع ناداش اتش بلس راح يكون متناسب مع الكميه تاع الكرياتينين في الدم. عندنا ايضا اون اوتر ميثود هي انزيماتيك بار اوكسيداز، الكرياتينين بار ليد دو لوكسيداز راح يعطينا ساركوزين ومع بيروكسيد. بيروكسيد هذا راح يتفاعل مع كروموجين انكولور et par l'intermédiaire de créatinase راح يعطينا ان كروموجين كولوري اللي هو كومبلكس كينون ايمين دون كولوراسيون روج ا ان ابسوربانس دو 520 نانومتر. يعني لا ميزور راح تكون دون ان سبيكترو فوتومتر، حيث امتصاص تاع المحلول للضوء راح يتناسب مع تركيز المواد الموجوده في المحلول، وطول الموجه المستعمله راح تقدر ب 520 نانومتر الموجه الضوئيه. Une autre méthode est la méthode colorimétrique cinétique de Jaffé. Elle est la plus utilisée dans les laboratoires. Nous utilisons deux réactifs. Le premier permet d'obtenir la wasat qaidi. Le deuxième réactif de coloration est l'acide picrique. Ici, on remarque que la créatinine va se réagir avec l'acide picrique dans un milieu alcalin, un pH qaidi, et va donner un complexe jaune rouge. La vitesse de ce complexe, de ce colorant, proportionnel يعني يتناسب مع الكونسنتراسيون مع التركيز تاع الكرياتينين في الدم اين ابسوربانس دو 512 نانومتر. لي فالور نورمال يعني القيم العاديه الطبيعيه عند الرجل راح تتراوح بين 6.8 و 13 ملي غرام بار لتر، وعند المراه راح تكون ما بين 5.65 و 11.3 ملي غرام بار لتر. ولاحظوا هنا بلي النسبه عند الرجل راح تكون اعلى قليل بقليل يعني عند من المراه، لانه هو عنده البنيه العضليه عاليه شويه. التحليل يقدر يكون بالميلي غرام بار لتر ولا بالميكرو مول بار لتر. لي فارياسيون فيزيولوجيك راح نلاحظوا لا كرياتينين هابطه عند الاشخاص المتقدمه في السن او عند المراه الحامل، راح تكون عاليه عند الاشخاص اللي عندهم بنيه عضليه عاليه يعني اللي يقوموا ديما بنشاط رياضي. وكذلك ابري ان افور فيزيك يعني بعد هذا النشاط البدني. لي فارياسيون باثولوجيك التغيرات المرضيه يعني نقدر نشوفها في احتمال تكون بار اكزومبل لا كرياتينين عند الرجل قيمه تاعها 4 يعني اقل من هذه القيمه، او تكون قيمه تاعها 15 يعني اكثر من هذه القيمه. اذا تجاوزنا هذه القيم راح نعتبروها حاله مرضيه. وطبعا يعني قبل ما نحكي عليهم هذوما ديما احتمالات، يرجى دائما الرجوع الى الطبيب لاجل التشخيص. هنا الحالات هذه سمعت عليهم من خلال التربص اللي قمت به في المخبر.
عن الكرياتينين راح تكون هابطة في حال الميوباتي، يعني ديجينيرونس ديجينيريسونس دي سيلول مسكيلير، يعني كي يصنع هدم او تراجع في الخلايا العضلية، وراح تكون عالية دون اون انسيفيزونس رينال، يعني فشل كلوي ولا قصور كلوي، كذلك اون انسيفيزونس كاردياك، او بيان ابخي ان ايبويزمون فيزيك، يعني جهد عضلي كبير، يعني بعد وهن عضلي. هذا فقط ما قدموا على الكرياتينين، واي تفسير او حاجه هكا خليوها لي في التعليقات، ونحكيو على بقيه التحاليل في فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.